السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب الجميع يكون دايما بخير. هنكمل مع بعض الأساليب الصحيحة لفرش الفراغات الداخلية، وهنتكلم أكتر عن الفراغات السكنية المختلفة. هنشوف مع بعض السلايد ده أهو، وقبل ما نشوف مع بعض المعايير والأبعاد الخاصة بالسراير، عايزك تعرف في الأول إن هتلاقي إن السراير ليها أنواع، يعني هنلاقي إن في عندي نوع صغير اللي هو سنجل هينام عليه فرد واحد بس. في نوع تاني اللي هو سيمي دبل، وده مش منتشر كتير، تمام، اللي ممكن ينام عليه اتنين. في بقى الدبل اللي هو هيبقى فيه عندي اتنين نايمين مستريحين. في بقى الأكبر منهم والأوسع منهم، تمام، اللي هو الكوين والكينج. بص كده معايا على النسب، تمام، العرض والطول لكل السرير فيهم، تمام. ونستعرض دلوقتي من خلال بقى إن في حد نايم، شخص نايم مرسوم، إيه الصحيح وإمتى هستعمله. بص كده معايا، هنا عرض السرير 80، تمام، والعمق بتاعه أو الطول بتاعه، تمام، في حدود 1.90 متر لحد 2 متر، ودوت بيساع شخص واحد بس. طب 80 اشمعنى 80؟ دي مش 50. 80 ده راجع لمعايير تصميمية لجسم الإنسان، مش كده؟ اتفقنا إن أي حاجة إحنا بنصممها من الأساس الداخلي تبقى راجعة لمستعمليه، أبعاد، تمام، الأشخاص اللي بيستعملوا الفراغ ده هو، سواء كان ولد أو بنت. فلما نيجي نشوف المعايير التصميمية الخاصة، تمام، بالإنسان بشكل عام، هنلاقي إن متوسط عرض جسم الإنسان أو الكتف بتاع الإنسان في حدود 60 سنتيمتر، أوكي. فهنا كمان ساب 10 سنتيمتر ناحية اليمين وعشر سنتيمتر ناحية الشمال، فكده التوتال بقى 80، على أساس إن ممكن حد ينام مستريح بحيث إن هو يقدر، تمام، ياخد الأوضاع المختلفة عند النوم يعني. طيب هلاقي إن دوت يعتبر سرير صغير، ممكن أستعمله عندي في غرف نوم سرير الأطفال أو الكبار لو أنا عندي سنجل. طيب هتلاقي في سرير تاني اللي هو بالنسبة لنا يعتبر دبل، اللي هو في حدود 1.60 متر، تمام، عرض والطول بتاعه في حدود من 2 متر أو 1.90 متر، ولاقي إن العرض دلوقتي زاد من 80 لمتر 60. خد بالك بقى، كان انا ضربت 80 في 2، 2 في 80 مش كده بمتر 60، على اساس ان في شخصين نايمين، تمام، وفي نفس الوقت السرير بتاعي بيساعهم، فاعتبره كوظيفيا مناسب ليهم. فاصبح دلوقتي متر 60 ده رقم جه زي ما قلنا كده اهوت من معايير تصميمية لجسم الانسان واوضاعه المختلفة عند النوم، تمام، ورجع ان عرض الانسان المتوسط بتاعه في حدود 60 سنتيمتر. طيب التمانين دوت ممكن يزيد معايا، ممكن يبقى 1.20 متر، شايفين الشخص ان هو مرسوم ازاي. فانا ممكن لو عندي الاوضه بتاعتي كبيره شويه، فالسرير بتاعي يزيد من 80 لمتر، ممكن يزيد من متر لمتر 20، تمام، بحيث ان في حد ممكن ينام بالشكل ده اهو، او انه ينام بطريقه ان هو يبقى مستريح فيها. فده يعتبر برضو ايه، ان انا عملت سرير كبير، تمام، للسنجل. ده السنجل ده يعتبر مينيمم، وده الماكسيمم بتاع برضو سنجل، ده برضو مينيمم بتاع الدبل، ده الماكسيمم بتاع الدبل اللي هو هيزيد من 1.60 متر لحد 2 متر، تمام. فاصبح السرير ده كأنه مربع 2 متر في 2 متر، وكأنه بيساع، تمام، 3 افراد، يعني كأن في زوج وزوجة. طبعا هنا سكتش ده اجنبي شويه، ففي قطه بينهم او اي كائن حي. طبعا احنا عندنا في مصر، تمام، دايما الاطفال بيناموا في سرير الزوج والزوجه يمكن لحد ما يوصلوا لسن سنتين ولا حاجه. بتختلف بقى من اسره لاسره وحسب العادات والتقاليد والثقافه وفكر وحاجات كتير قوي، لكن هنا السرير بتاعي بيساع 3 افراد، وكأن في طفل صغير، تمام. لو احنا شلنا سكتش القطه دهوت، كأن في سكتش كأن في عن طفل صغير هيبقى بين الزوج والزوجة في المكان ده. يبقى ده كده بشكل مبدئي، تمام، الأفكار المختلفة والأبعاد المختلفة للسراير الموجودة عندي، سواء كانت في الماستر بيدروم أو، تمام، في البيدروم، سواء في غرفة نوم رئيسية أو غرفة نوم العادية، ما بين 80 و1.20 متر و1.60 متر و2 متر، ما بين السنجل وبين الدبل، تمام. وكمان حطينا في الاعتبار لو في عندي كمان طفل صغير هينام مع زوج وزوجة، تمام كده يا شباب.
الموضوع راجع لفكر وثقافة الناس، وراجع كمان لمعايير جسم الإنسان. طيب هنشوف مع بعض السكتش ده اهو، اهو كاتب اهوت سنجل، وهنا هيبقى في عندي اللي هو جزء الدبل او الكابل، كوين والكينج هو يعتبر سرير بينام عليه زوج وزوجة او فردين. هل هو كينج كبير قوي اساسا في طفل كمان هينام فيه، ولا هيبقى كوين يا دوبك هينيم تمام زوج وزوجة فقط؟ فدي كلها ابعاد ومعايير تصميمية من كتب اجنبية، تختلف من مكان للتاني على حسب فكر وثقافة المجتمع أو الناس اللي هي إيه اللي هنفرش لهم السير دهيت. هنلاقي نوات الأبعاد كلها بالإيه بالقدم وساعات بالبوصة، تمام بالقدم والبوصة. نظرا دي كلها كتب أجنبية عربية. هنلاقي في مصر إحنا بنستعمل أكتر المتر والسنتيمتر والمليمتر، تمام. فهتلاقي ان هو 188 ممكن ان انا اوصلها لمتر 90، هي 138 ممكن اوصلها لمتر 40. فكل الارقام الموجوده عندي ديت نتيجه ان هي اتحولت من قدم لمتر، فممكن ان انا اقربها تمام لاقرب سنتيمتر او اقرب مليمتر، اقرب سنتيمتر بقى ممكن اقربها لاقرب سنتيمتر بحيث الابعاد بتاعتي تبقى ابعاد صحيحه، تمام كده يا شباب. فالارقام اللي هي فيها كسور احنا ما بنستعملهاش كتير، لكن دي بس نتيجه ان هي اتحولت. لكن انا اقول 2.4 ديت يعني كانها 2، 2.4 كأنها 2، 1.98 كأنه بالظبط 2، وهكذا. يعني الأرقام هحاول إن أنا أقربها سواء بالناقص أو بالموجب لأقرب إيه؟ لأقرب سنتيمتر، تمام. السكتش ده بيوضح خط الرؤية بتاعة النظر ما بين الشخص اللي ممدد نايم على السرير وبين التلفزيون. طبعا التلفزيون عندنا هتلاقي في كتير من البيوت هو موجود عندنا فين؟ في الريسبشن، في المكان اللي فيه المعيشة، خصوصا المعيشة الداخلية. وأظن إن مفيش بيت بيخلو من تلفزيون دلوقتي، يكاد يكون تلفزيون في كل بيوتنا. هتلاقي في كتير من البيوت برضو إن هلاقي إن في 2 تلفزيون، في تلفزيون موجود عندي في المعيشة ده الكبير، وفي تلفزيون تاني يمكن أصغر شوية موجود عندي في غرفة النوم. فلو أنا هحطه في غرفة النوم تمام، فأنا بحط الوضع ده أهو إن في حد نايم ومرتخي تمام، وخط الرؤية او النظر بتاعه هيمر بالسنتر لاين او بالمركز بتاع الايه بتاع التلفزيون. فالتلفزيون ده ما ينفعش يتحط قليل عن كده ولا يتحط مرتفع عن كده، يتحط بقى المتوسط بتاعه مع الايه مع خط النظر الشخص اللي قاعد وايه ويشوف. لذلك انا حاطط اكس اللي هو ارتفاع السرير زائد 35 اللي هو مسافه متوسطه ما بين العين وبين المكان الواحد قاعد عليه، تمام كده يا جماعه. يبقى اكس زائد 35 ده دوت يعتبر رقم تقريبي ما بين ارتفاع السرير والمكان او الارتفاع الواحد قاعد عليه على اساس ان هو يشوف التلفزيون وهو مرتخي. اهو نفس السكتش ده بيوضح الفكره دهيت، تمام. سواء انا قاعد وممتد او قاعد وفارق جسم على السرير، هنا برضو قال لي ان انا حد احط مسافه احط فيها التلفاز بتاعي او التلفزيون حوالي نص متر من بعد السرير، تمام، بحيث يبقى خط النظر بتاعي بيمر بمنتصف الايه منتصف الشاشه بتاعتي. نفس الكلام ان هوت لو انا شخص قاعد سواء في الريسبشن او غيره، ها المفروض وانا قاعد اشوف المسافه بين عينيا وبين الارض، على اساس المسافه ديت لما تمشي معايا ها تمر بالسنتر لاين او منتصف بتاع الايه بتاع التلفزيون بتاعي اللي انا حاطه. لذلك انا هوت حاطط ارتفاع تقريبي حوالي 1.20 متر، وبعد كده هبدا احط عليه الايه التلفزيون. فاصبح ان الموضوع دوت له علاقه بخط النظر وخط الرؤيه. يبقى احطه لو حطيته مرتفع شويه الشخص اللي قاعد هيتعب، لو حطيته منخفض برضو الشخص اللي قاعد هيتعب. يبقى انسب وضع للشاشه تمام كده، ان الشاشه بالنسبه لي في منتهى الاهميه، هبني عليه الديكور والفرش بتاعي احطه على مستوى ايه خط الرؤيه وخط النظر بتاعي، سواء وانا في اوضه النوم او في المعيشه. الموضوع ده في غايه الاهميه، السكتش ده في غايه الاهميه، ده النسبه والتناسب ما بين المكان اللي قاعد فيه ها وحط التلفزيون على بعد قد ايه، تمام كده يا جماعه. يعني انا لو انا عندي الغرفه بتاعتي صغيره يبقى يفضل ما استعملش الشاشه الكبيره، تمام، ان هتتعب الناس اللي قاعدين. يبقى كل ما تكبر الشاشه كل ما المفروض مساحه الاوضه هتبقى اكبر، والمسافه البينيه ما بين المكان اللي انا قاعد فيه والشاشه هتبقى ايه تبقى اكبر. فدي كلها مسافات المينيمم بتاعي. لو انا قاعد سي على انتريه المفروض المسافه بيني وبين التلفزيون اللي هو 32 بوصه ما تقلش عن 1.80 متر، تزيد.
نفس الكلام لو انا قاعد تمام والتلفزيون بتاعي كبر شويه من 32 ل 42 بوصه، المسافه كمان هتزيد تمام، هتبقى في حدود 2.40 متر تمام فيما فوق. لو زاد وبقى 50 بوصة يبقى المفروض المسافة بتاعتي تبقى 2.80 متر، زاد 60 بوصة تبقى 3.40 متر، زاد 72 بوصة أو 71 بوصة يبقى في حدود 3.80 متر فيما فوق تمام. كل ما طبعا ما هزود المسافة كل ما ده هيبقى أفضل وصحي أكتر العناية، وفي نفس الوقت فكرة الرؤية إن أنا أشوف التلفزيون بشكل مناسب لي أعرف أدركه بصريا. فأصبح دلوقتي إن كل ما تزيد مساحة الغرفة أو المعيشة تمام او غرفه النوم، كل ان انا يبقى في عندي امكانيه ان التلفزيون بتاعي يبقى مساحته اكبر. فما ينفعش دلوقتي ان انا احط مساحه تلفزيون كبيره اللي هي زي 71 بوصه وانا عندي اساسا غرفه النوم صغيره او غرفه المعيشه صغيره. تمام كده يا جماعه، ده برضو في نفس الكلام احنا بنقوله بس بالقدم والايه والبوصه. السكتش ده بيوضح الفكره احنا قلناها من شويه، ان كل ما يزيد طول وعرض التلفزيون تمام بالبوصه كل ما المسافة بتاعتي هتزيد. تمام كده يا جماعة. فأصبح دلوقتي التلفزيون 70 بوصة، ما ينفعش إن أنا أرجع وأخلي المسافة في حدود الإيه 5.10 زي ما هنا كده حاططها. طبعا هنا الأرقام كلها بالبوصة تمام والقدم. فكل ما هيزيد طول وعرض التلفزيون تمام، كل ما هيزيد البوصة كام بوصة، كل ما هتزيد المسافة. خلاص كده يا جماعة، يبقى في نسبة تناسب طردية ما بين طول العرض التلفزيون او مساحه التلفزيون وبين المسافه البينيه ما بين الشخص اللي قاعد او مجموعه الاشخاص اللي قاعدين تمام اللي بيتفرجوا على الايه على التلفزيون. كل ما هتزيد طول العرض اهو كل ما هيزيد معايا الطول ده اهو. خلاص كده يا جماعه، كل ما يقل طول عرض التلفزيون اهو بالبوصه كل ما هتقل كمان المسافه ديت. طبعا لو زادت يبقى كويس، بس يعني هيبقى الموضوع نسبه تناسب، ولا هو يبقى قريب قوي ولا ان هو يبقى بعيد قوي، بحيث هو يبقى في مجال الرؤيه بتاعي وفي نفس الوقت يعني ايه ابقى انا قاعد مستريح شايفه كويس وما اتضرش كمان من الاشعاعات اللي طالعه من التلفزيون. طيب هننتقل دلوقتي الواجهه في غايه الاهميه، ودي طبعا بتختلف من مكان للتاني من اوضه لتانيه على حسب الفكر بتاعك واسلوب تصميمك في الانتيريو ديزاين، في التصميم الداخلي وفي الفرش الداخلي بتاعنا. بس هنا في معلومات في غايه الاهميه، يعني دلوقتي لو عندي شباك وعاوز اركب عليه ستاره، المفروض الستاره بتاعتي هتبقى في عندي مسافه بينيه يمين وشمال الشباك عشان اعرف احط عليها الستاره بتاعتي. ما ينفعش احطها على الشباك مباشره، يبقى لازم يبقى في عندي مسافه بينيه يمين وشمال الشباك زي ما هنا كده مرسوم. تمام، تقدر بقد ايه؟ دي بتختلف من مكان للتاني او من غرفه تانية على حسب اسلوب الفرش بتاعك، لكن لازم يكون في نوت ايه مسافه بينيه يمين وشمال الشباك. ده رقم واحد. رقم اتنين، لازم احط الستاره بتاعتي اعلى من الشباك تمام، في حدود 3 بوصة فيما فوق تمام، ده المينيمم بتاعي. ونفس الكلام لو انا عندي نهوت لوحة او تابلو تمام، برضو انا بحطه بحيث ان المنتصف بتاع التابلو هيكون متناسب مع ارتفاع الشخص الطبيعي. ارتفاع الشخص الطبيعي لو هو ولد هتلاقي في حدود 1.75 متر، يعني 175 سنتي. لو هو امرأة او زوجة تمام او بنت هلاقي ان هي في حدود 1.65 متر. اصبح دلوقتي ان المسافه ديت هتبقى في حدود 1.65 متر بينها وبين الارض لمتر 75 على اساس ان هي تبقى في مجال الرؤيه. تمام كده يا جماعه، دي برضو معلومه في غايه الاهميه. يبقى فكره الستاره تبقى موجوده عندي جزء اكبر من عرض الشباك تمام، دي حاجه في غايه الاهميه تمام. واعمل حساب كمان الحيله هتتحط في نهايه الايه المجرى بتاعتي اللي بتمشي معايا. رقم اتنين، الصورة بتاعتي تتحط أو تابلو يكون برضه على مرمى البصر أو في خط الرؤية في حدود 165 لـ 175، دي برضه حاجة في غاية الأهمية. رقم تلاتة، في كتير من البيوت القديمة وبرضه هنرجع التاني تبقى موضة، إن هو بيطلع من 80 لحد متر بيحط لون مختلف أو ماتيريال مختلف زي الخشب أو غيره، على أساس إن الجزء السفلي دوت بيتحط لون أغمق أو ماتيريال أقوى، بحس إن دوت بيستحمل الصدمات ودايما هو اللي بيبقى فيه عندي الإيه مشكلة نتيجة ممكن يحصل اتساخ وغيره. فدايما الجزء السفلي دوت بعمله معاملة مختلفة نتيجة احنا في يعني، لذلك انت هتلاقي في التشطيب الداخلي او في التوصيف الداخلي في رسوماتنا في عندي حوائط ووزرات، في عندي حيطة وفي عندي ايه وزرة، فممكن الوزرة دي تكبر معايا شوية بقى ما تبقى في حدود 10 سنتيمتر او 15 سنتيمتر، زيد لحد 80 او متر، بحيث ان هي تغطي كمان لو في عندي كنبة او كرسي تبقى هي كمان في ظهره.
طبعا اللون هيبقى اغمق، في نفس الوقت ممكن الماتيريال يبقى الماتيريال بتاعتي او الخامة بتاعتي تبقى اقوى عشان تستحمل صدمات وغيره. فكرة برضو الكرسي تمام وعلاقته بالترابيزة في الواجهة او في السكشن، كل ما هيزيد الارتفاع الكرسي كل ما هيزيد ارتفاع الايه الترابيزة، وده لوجيك تمام يعني بالمنطق كده هوت، عشان يبقى في نسبة تناسب ما بين الشخص القاعد وبين الحاجة اللي هو بيستعملها، كل ما هيزيد الارتفاع هنا كل ما هيزيد الارتفاع هنا، او العكس كل ما هيزيد المكان اللي انا قاعد فيه كل ما هيزيد كمان المكان اللي انا هحط عليه الايه الاكل والشرب وغيره. لو احنا شايفين كده سكتشات مختلفة، هنا بيحط 45 سنتيمتر، هتلاقي الارتفاع بتاعي في حدود من 70 ل 75 سنتيمتر، لما زاد من 45 لحد 65 سنتيمتر هنا كمان الارتفاع بتاعي زاد من 90 ل 92 سنتيمتر وهكذا. طبعا ده بنطبقه في المطاعم وساعات في الكافيتريات وغيره، فده موضوع في غاية الأهمية، إن كل ما هيزيد ارتفاع الكرسي تمام نظرا للوظيفة اللي أنا دارسها عندي في الفراغ الداخلي، كل ما هيزيد معايا ارتفاع كمان الإيه الترابيزة بتاعتي. ده يعتبر نموذج في المطبخ بتاعي، كنا احنا اتكلمنا قبل كده في فيديو على المطابخ بالتفصيل، لكن لو انا في عندي جزء طالع بروز رخامة لازم يكون في عندي مسافة بينية على أساس بحط تحتها الكرسي تمام كده يا شباب، في حدود 10 بوصة. نفس الكلام فكرة الإضاءة وهنتكلم عليها بعد كده بالتفصيل، إن هي تبقى في حدود 30 بوصة ما بين الرخامة ديت وبين المكان اللي هو هيبقى هينزل منه الإضاءة على الأكل بتاعي أو الشرب، في حدود 30 بوصة. طبعا عشان أحول من البوصة لسنتيمتر تمام، قلنا بنضرب في كام؟ بنضرب في 2.54%، بضرب 30 في 2.54 تمام، هيدين الرقم بتاعي بالسنتيمتر. فدي برضو طبعا ورقة راجعها من حيث المعايير التصميمية في الارتفاعات في العرض الإضاءة المسافة بينها وبين الرخامة وهكذا، وهنتكلم بعد كده إن شاء الله على الإضاءة أكثر تفصيلا من الإيه من السكتش ده. السكتش ده حابب إن أنا أستعرضه، إن هو فيه كتير بيلت إن. بص كده معايا عليه، الباب بتاعي اهوت باب اوضه النوم، هخش فيه الاقي ان في جزء في الاول موجود عندي اللي هو في دريسنج روم، مكان اعرف اغير فيه الملابس بتاعتي، في الدولاب بيلت ان، وبعد كده في اوبشن ان انا اخش بقى الايه الاوضه بتاعتي، فده يعتبر ميزه كبيره ان انا اوضه النوم بتاعتي او المكان هنام فيه بعيد شويه عن مسار الحركه والاضاءه اللي هي موجوده عندي، سواء كان ضوء او صوت او ضوء او غيره. حط دلوقتي في المقدمه المكان اللي هغير فيه الايه الملابس بتاعتي تمام، بخلاف ان في عندي هو مكان اعرف ان انا اقعد فيه تسريحة او غيره. فاصبح دلوقتي ان هو اقسم غرفة النوم بشكل عام كأنه في ربع عندي خاص بخلع ملابس وان انا اقعد فيه ان هو فيه التسريحة بتاعتي، وفي عندي 3/4 اللي هو الجزء اللي فيه بقى السرير الكبير وممكن احط فيه 2 كومود، واحط كمان قاعدة صغيرة على اساس ان هو بيستعمل ايه الكورنر ويندو اللي احنا اتكلمنا عليه قبل كده تمام. فده سكتش برضو يعتبر يعني مختلف شوية عن سكتشات احنا عرضناها قبل كده اهوت، بحيث ان هي فيها كورنر ويندو، فيها السرير في المنتصف، وفي عندي 2 كومود، وفي نفس الوقت انا بعيد شوية عن ضوضاء وبعيد عن مصدر الايه الضوء والصوت وغيره، وفي نفس الوقت برضو عمل مساحة بينية للايه مساحة بينية عملها لخلع ملابس من خلال ان هو عمل بيلت ان دولاب مش كده، وفي نفس الوقت برضه عامل بيلت ان اللي هي التسريحه بتاعتي تمام كده يا شباب. هنشوف برضه سكتش دلوقتي في منتهى الاهميه، مختلف برضه عن اللي احنا شفناه قبل كده اهو. طبعا ده نفس السكتش اللي احنا عرضناه، وفي سكتش تاني تمام بنفس الروح، ان في عندي السرير بدا ان هو يجي على 45 درجه، وده غير تقليدي برضه، ده مش منتشر ان انا اجي اخش افتح الباب الاقي ان في عندي باب تاني، الاقي ان عندي في زون بشكل مثلث برضه يعتبر دريسنج روم، ولاني ان غرفة النوم بتاعتي جاية بالشكل ده اهو، برضو الكورنر ويندو ان هو في كرسي او كرسيين تمام. طبعا برضو الاسلوب ان هو اسلوب فرش مختلف شويتين، لكن يعني ايه يعتبر غير تقليدي ومش متداول، وده طبعا راجع للراحة النفسية، اذا كان يعني اللي هيستعمل السرير ده هوت وغرفة النوم ده مرتاح باسلوب الفرش ده ولا لا. فالموضوع برضو راجع للايه ثقافة الناس والراحة بتاعتهم النفسية. هنا في عندي بعض المشاكل تظهر معايا، يعني هنا المكان ده لو انا حبيت احط فيه سرير اهو احط قدامه تلفزيون هيبقى موضوع سهل مش كده، يعني السرير قدامه تلفزيون بحيث ان الشخص اللي قاعد هيعرف يتفرج بسهوله على الايه على المشهد،
هنا هيبقى فيه صعوبة شوية. لو حبيت أحط التلفزيون على الحيطة ديت أو الحيطة ديت، تمام، في كلا الحالتين هيبقى أنا خط النظر مش عمودي على السرير، مش يعني بين السرير وبين التلفزيون مش عمودين على بعض، مش كده؟ يعني الميزة الكبيرة إن هو إن الشخص النايم ها هيبقى الرؤية أو النظر عمودية على الإيه؟ عمودية على التلفزيون، أما أنا هوت لأ، لأن هوت لو حبيت أحط التلفزيون في الحيطة الأولانية أو الحيطة التانية مش هيبقى عمودية عليها، فكده في مشكلة كبيرة. طبعا الفرش الأنسب للتلفزيون الخط هنا، لو اتحط هنا هوت تبقى في مساحة كبيرة متهدرة موجودة عندي في الجزء المثلث ده أهو. يبقى مشكلتي الكبيرة في المثلث إن في عندي مساحات متهدرة في الأركان، تمام، هتنتج نتيجة إن في عندي أشكال مثلثة جواها أشكال مستطيلة. زي هنا برضو المساحة نمط كبيرة، هاجي نمط تلاقيها ضيقة، بعد كده هنا بقت كبيرة جدا، بعد كده نمط بقت ضيقة. عكس ده، عكس نمط المسافات كلها هيكاد يكون متساوية ومريحة للاستعمال والحركة، تمام. فكل حاجة يعني ليها ميزة وليها عيب، فالمفروض هيرجع تاني للمستعمل وأشوف هل ده هيناسب ليه، الفكرة ده هيناسب ليه ولا لأ، تمام كده. ويمكن ده يناسب أكتر لو الغرفة بتاعتي أساسا مش مربعة أو مستطيلة. هتلاقي بعض الغرف ان في عندي شطف او غيره، فيمكن دوت يبقى مناسب ليا للغرفه بتاعتي فيها شطف، لكن لو هي بالشكل دوت مستطيله هيبقى الانسب بالنسبه لي من وجهه نظري الشخصيه، يبقى هو ده. طيب نفس الكلام، ان هوت يعتبر فرش داخلي عباره عن غرفه نوم، تمام، فصل برضو الدريسنج روم، في كده زون خاص بخلع الملابس، فيها برضو سرير اتعمل بيلت ان، في عندي برضو زي دكت، طبعا هنا في عندي باب بيتقفل ويتفتح عشان اي حد معدي ما يبقاش شايف الشخص اللي بيغير، في نفس الوقت هعرف اعدي من خلال اللوبي ده اهوت واخش على الايه، اخش على السرير بتاعي، تمام، اللي هو في الغالب هيبقى سرير دبل، فاعتبر فكر تاني، تمام، واسلوب فرش برضو تاني ها، وبدأ ان هو يخصص جزء لخلع الملابس بعيد شويه عن الايه، المكان اللي انا هنام فيه، تمام كده يا شباب. دي غرفه نوم فيها شخصين، وفيها بعض برضه المعايير التصميمية هنا بيوصيني بيقول لي لو في عندي نوع سرير سواء بيلت ان او مش او حتى من هو مش موجود عندي في الحائط، تمام، مش بيلت ان، سواء كده او مش كده، في كلا الحالتين انا هسيب مسافة بينه وبين السرير في حدود الايه، في حدود 75 سنتيمتر، من 75 سنتيمتر لحد 80 سنتيمتر، على اساس ان دي مسافة بينية، تمام، ومساحة اهيت بين السرير وبين الدولاب، على اساس ان انا ممكن اقف استعمل الدولاب، تمام، وارجع تاني انام، او لو انا بستعمل الدولاب ممكن حد يعدي من ايه من ورايا. طب لو عندي سريرين، اسيب مسافه بينيه الطول دوت يبقى في حدود 60 سنتيمتر. طيب لو عندي بقى بعد السرير في عندي مكتب صغير، المفروض المسافه دي في حدود 75 سنتيمتر، ده كله مينيمم. طب لو عندي اهوت مسافه، طبعا في فرق بين العرض ده والعرض ده اهو، طب المسافة ان هو بيني وبين المكتب في حدود متر. طب ليه بقى؟ ليه هنا المسافة بتاعتي في حدود 75 سنتيمتر والمسافة ان هو في حدود متر، مع ان ده مكتب وده مكتب وده هو نفس السرير. السرير ان هو ان الجزء ده هو لازم حد هيعدي منه، انت متخيل ان في حد ماشي ان هو، فمحتاج مسافة بينية ورا الشخص اللي قاعد بيذاكر او بيقرا على المكتب بحيث ان هو يقدر يعدي، تمام، ويروح المكان الخلفي ده، تمام. اما المكان ده هو 75 هو اقل، لان الشخص اللي نايم هو عنده، تمام، اختيارين، ان هو ينزل في المكان ده او في المكان التاني ده، فاصبح دلوقتي ان الشخص ده لو عنده لو في نوت حد قاعد بيذاكر واخد براحة بتاعه، تمام، وهنا جنبه شخص نايم، لا ممكن هو يتنقل ويقوم في المكان ده ويتحرك، موضوع منتهى السهوله. اما لو في عندي نهوض حد بيذاكر وفي شخص عاوز يعدي من وراه، لا ده بقى في عندي لازم عرض لساع ان الشخص دوت يعدي، مش كده؟ عشان كده المسافه نهوض اكتر من 75، المسافه نهوض منهم بتاعي في حدود المتر، تمام كده يا شباب. هنا مديني عرض اعتباري او متوسط في حدود نص متر، يعني في شخص واقف، تمام، وموطي شويه، وقلنا ان العرض بتاعي اللي هو ده كتف الانسان في حدود الايه، في حدود 60 سنتيمتر. طبعا ميزة الدولاب بالبيلت ان ان هو بتصمم في الحيطة، بحط في الاعتبار ان في عندي باب، والعيب بتاعه ان هو مش هينفع يتحرك تاني، ان هو بيتعمل، تمام، بيتفصل وبيتحط ومينفعش يتحرك تاني. ده اخر سلايد معانا النهاردة في الفيديو ده هوت، فرش شقة كاملة، تمام كده يا جماعة. الباب بتاع الشقة هوت ان هو في مطبخ، تمام، امريكاني، هنا في عندي ترابيزة صغيرة، هنا في عندي زي بار،
هنا هو الجزء بتاع المعيشة عبارة عن كنبة كبيرة وكرسي صغير. هنا في عنده دولاب بيلت إن. هنا في عندي ممر صغير هيدخلني على لوبي، اللوبي يدخلني منه على الحمام، أو أخش على باب إيدي اليمين في أوضة نوم رقم 1، إيدي الشمال في أوضة نوم رقم 2. أكتر بص معايا أسلوب الفرش بالنسبة للسراير، كومود، تسريحة، وضع السور، ترابيزة، سجاد موجود عندي سواء في غرفة النوم أو المعيشة، ترابيزات، المطبخ، أسلوب الفرش بتاعه سواء كان فيه عندي تلاجة تمام أو غسالة أو بوتاجاز أو مكان بغسل فيه الأواني. عضك عينيك كده تبص معايا على أسلوب الفرش تمام، وده مش 100% مظبوط يعني، ده إلى حد كبير صح. والميزه الكبير ان هو بيستعمل حاجات كتير بيلت ان زي ما احنا شايفين كده اهوت، على اساس ان هي متبقاش متشافه مدفونه في الحيطه، لكن في برضو نسبه من الخطأ. طيب بص كده معايا، الميزه الكبيره في فرش الشقه ديت هتلاقي ان كل حاجه واخده حقها، يعني المسافه او المساحه البينيه اللي انا اقدر اتحرك فيها كويسه، العلاقه ما بين السجاد والفرش اللي فوق السجاد مظبوط تمام، تقسيم الخاص بالتويليت ان انا افتح الباب الاقي في وشي ان هو مش التويليت او المرحاض، الاقي في وشي ان هو سي البانيو، والاقي ان هو تقدير يمين اقرب حاجه للباب الحوض الغسيل وبعد كده التويليت، ده حاجه تعتبر مظبوط. نعمل ستاره عشان افصل ما بين الجزء اللي هستحمى فيه وبقيه الحمام، ده حاجه برده مظبوط. ان احط السرير في النص وفيها حواليه الكومود ده برده حاجه مظبوط. ارتفاع اللوحات بحيث ان هي تبقى في خط الرؤيه او في مرمى البصر ده يعتبر حاجه مظبوطه. حاجات كتير موجودة عندي مظبوطة، لكن في بعض الأخطاء زي مثلا سي أفتح الباب ألاقي إن في ظهري هوت في عنده دولاب تمام، فلو أنا عايز أعمل الدولاب ده هوت يبقى أنا أقفل الباب طبعا حاجة مش مظبوطة مش كده. وحاجات غير كده كمان كل ما هنضيق النظر كل ما هنشوف، لكن أعتبر أسلوب فرش مظبوط لحد كبير. حتى كمان في علاقة الشباك والباب مع السراير ممكن الموضوع ده اتكلمنا عليه كتير مش كده. فكرة برضو الفرش ان هو عامل مطبخ امريكاني وان هو حط الترابيزة وقدامه الكراسي بره بره المطبخ مش جوه المطبخ بالشكل ده اهو، طبعا حاجة برضو كويسة مش كده. في عندي كمان ركن تاني على اساس ان هو ممكن لو عندي عدد اكبر من الافراد يتحط يقعدوا في الركن ده اهو، طبعا برضو حاجة كويسة. فهتلاقي الفرش دوت نسبة كبيرة من الحاجات اللي هو عاملها مظبوطة تمام. والميزة الكبيرة ان هو مرسوم 3D موضح اتجاه الحركة، اللوحات، الأرضيات، السجاد تمام، والبلت إن اللي هو موجود عندي سواء في أوضة النوم الأولانية أو التانية أو حتى الإيه المعيشة والإيه والمطبخ تمام كده يا شباب. دلوقتي يعتبر خلصنا، وممكن آخر حاجة عرضناها فرش 3D عشان أنا ممكن في مشروعي سواء أنا في المشروع بتاعي اللي بشتغل عليه أو حتى اللي أنا بوريه للعميل إن أنا أستعمل دايما 3D زي ما شفناه كده في آخر سلايد. فرش من خلال 3D بيوضح الأرضيات الحوائط تمام، بيوضح كمان أساليب الفرش المختلفة في الأرضيات والحوائط، وموضح الشقة كلها من باب لشباك لحائط لفرش في المطبخ الحمام غرفة النوم والمعيشة وغيره. فده يعتبر يعني أفضل وأحسن من إيه من 2D. طب كل مطلوب مننا دلوقتي ان انا اختار سلايد واحد بس من السلايدز اللي عدى، وهجيب ورقه واحده بس اكتب عليها اسمي طبعا بالكامل ثلاثي، اسم الماده، اسم الجامعه، تاريخ النهارده، وهبدا ان انا اختار سكتش واحد بس هبدا ارسمه تمام. وبعد ما ارسمه اطلع عليه مجموعه اسهم واشرح عليه تمام كده يا شباب. وده يعتبر جزء تطبيقي على الجزء النظري اللي شرحناه. اي سلايد استفدت منه استفاده كبيره تمام. كل طبعا ما هترسم سكتش متطور مختلف عن انت رسمته قبل كده، كل ما انت هتكتسب مهارات افضل واحسن تمام لنفسك وعشان خاطر كمان الايه الامتحان. الواحد دلوقتي اختار سلايد واحد بس، مش احسن يعني مش عايز اقول لك ال3 دي اللي فات يعني مش صعبة عليك، اختار اي سلايد يكون بالنسبه لك كويس انت خدت استفدت منه معلومه جديده عاوز تضيفها لنفسك، عشان احنا كده كده في عندنا بورتفوليو هيسلم في اخر الترم عباره عن كل شغلنا احنا عملناه على A4. يبقى ورقه واحده بس هستعملها، عاوز استعمل قلم رصاص للالوان مفيش مشكله، احط عليها كل بياناتي، ارسم السكتش واطلع عليه مجموعه اسهم اشرح عليه بشكل مباشر تمام كده يا شباب. شكرا ليكم يا شباب، ورب النهارده كنا استفدنا استفاده كبيره من خلال الفيديو دهوت، وهيبدا يشتغل دلوقتي دكتور كمال الجبلاوي.